مرحبا أصدقائي. وتمضي الأيام مسلسل درامي اجتماعي يعتبر من أوائل المسلسلات التركية التي دبلجت للغة العربية. المسلسل من إنتاج سنة 2006، وبدأ عرضه مدبلج على قناة MBC4 سنة 2009 على مدار 5 حلقات أسبوعيا. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم أبطال المسلسل بين الماضي والحاضر، أسماءهم وأعمارهم الحقيقية. وقبل ذلك لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.